الترجي بتحديد المشرفين على موقع الاحبه اسبيرونس دو تونس نظموا الحفل السنوي الخامس لهم واللي تم خلاله اختيار حسين الراقد كاحسن لاعب في الترجي لسنه 2015 وتكريم كذلك جميع فروع الفريق. مكي العوني وليد المبيبي. مرة أخرى جماهير الترجي الرياضي التونسي تصنع الحدث من خلال عملية تواصل جديدة مع لعبة الفريق. هذا الكل من خلال مسابقة ما نشوفوهاش برشا في تونس واللي تحل باب المنافسة بين الملاعبية في مختلف الفروع وتحفزهم المزيد العطاء. وموقع اسبيرونس دو تونيس بوان نت كان وراء المسابقة هذه اللي اختار فيها الجمهور أحسن لاعب كل عام. الشوال الحقيقة يصير من طرف جماهير الترجي الرياضي التونسي اللي تدخل على موقع اسبيرونس دو تونيس بوان نت. نحن أون لونس أن سونداج ويدخلوا كل بعد مباراة يعني يختاروا أحسن لاعب كيف كيف بالنسبة لهدف الموسم نحطوا أحسن بونتوات حطوا وهما يختاروهم الناس لي فوغوميان زادا نتاع اسبيرونس دو تونيس بوانيت. جايز تحسن لاعب السنة وللموسم الثاني على التوالي خذا حسين الراقد اللي جاء قبل ياسين الخنيسي الثاني ب 29% من الأصوات وسعد بقير الثالث ب 28%. J'ai la chance d'être dans un grand club qui est entouré par voilà, c'est une famille qui a des supporters exceptionnels et aujourd'hui d'être accepté par cette famille et être récompensé pour ça, c'est vraiment une fierté, c'est vraiment une grande grande fierté pour moi. Ce qui est sûr, je suis un Barça joueur et il y a la bota, je suis actuellement de me connu ma zed fermin. حاجات يقعدوا في الذاكره نتاع الملاعب سوتو. الملاعب تعطيك موتيفاسيون باش تزيد تخدم وتزيد توري روحك وان شاء الله هذا كل معناه غراس الجروب الكل كل سوا حسين خذا ميور جوار غراس الجروب كل سوا زاد انا زاد ماركيتا خذيت ميور بيوت في الشامبيونان غراس الجروب. الحفل السنوي لموقع اسبيرونس تونيس بوان نت ولا عاده يوصل السنة العام الخامس عام اختاروا فيه المشرفين على الموقع تكريم الفروع الكل وحتى الجماهير. هو في الواقع حفل نكرموا فيه رؤساء الفروع المسيرين الرياضيين كل اللي سارين على الترجي التونسي اعترافا منا لهم بالجميل اللي قاعدين يقدموا فيه وهذا يضري ماهيش مزيه واجب هذا من كل محب واحنا منا الا محبين. عمل كبير يقوموا به خير سند للترجي الرياضي التونسي معناها يبلغوا في صوت الاحباء وسيت عنده اشعاع كبير وكبير جدا. نصر الدين من مديريه البي هذه اكيد انه التجربه هذه موجوده في الفرق الاوروبيه معناها. صحيح لا عندهم عادات مثل هذه خصوصا يعني في المناسبات في الاعياد يكون يعني فما مشارف فما تجاوب بين يعني المحبين واللاعبين في الاعياد. يكرموا اللاعبيه كل مرتين اخر الموسم وفي الاعياد نتاع نهايه السنه الميلاديه. تعليق فهمي ولا منصر؟ المصداقيه نتاع الموقع هذا رازي بالحق لانه خمسه سنين تتعاود وكل عام وكل تجربه خير من الاخرى والتنظيم خير نشوفوا التنظيم ممتاز. هذوما يعني محبي الترجي التونسي شو عملوا وشو التنظيم اللي وصلوا به وشنو قدموا كبردود ايضا التجاوب انا نقول نتاع هيئه الترجي معاهم جاوا مسؤولين الكل تقريبا جريد منور جاء ايضا خالد المولي اللي هو في الاطار الفني جاوا الملاعبيه اللي تم تتويجهم في بعض الاحيان ملاعبيه يتم التتويج نتاعهم لكن يغيبوا ما يحضروش على التتويج ما يجيوش ياخذوا التروفي اللي يعطيهم هذه حاجه والمصداقيه حاجه اخرى اللي هذه مشكورين احباء الترجي والمشرفين على الموقع هذا اللي هم بادره منهم عملوا الشيء هذا وعلى الاقل ملاعب كي ما يهزش لقب بطوله ولا حاجه على الاقل عنده تيتر اخر ياخذه حتى معنويا الحاجه اللي مش قاعده قائمه به الرابطه كما في فرنسا ولا غيره ولا قائمه به الجامعه التونسيه لكره القدم على الاقل الملاعبيه لقوا روحهم في حظوه الانديه نتاعهم في حظوه الجماهير نتاعهم قرب اكثر الجماهير وتحفز اكثر اللاعبين.